كان فرصة للوقوف عند المستجدات السياسية الراهنة والتحديات المطروحة، خاصة أولا جهة تقييم حصيلة الفعل الحكومي العشر سنوات الأخيرة والأثار ديال العمل الحكومي على المستوى تشغيل الشباب، على مستوى محاربة الفوارق، وعلى مستوى ما يهم محاربة الفساد ودعم مسار الإصلاحات السياسية. هاد العناصر الثلاث كنلقاو مجهود دار عنده مؤشرات ورقية، ولكن في نفس الوقت تلقاو تحديات كبيرة، ولهذا كان نقاش أفضل لضرورة إنجاح ورش النموذج التنموي الجديد ودعم أو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية في بلدنا، وأيضا تقوية مناعة الوطن إزاء الاستهدافات الخارجية. لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاء منظمة المكتب الإقليمي الحزب العدالة والتنمية المكناس حول الموضوع ديال المشهد السياسي لهذه النقطة والتحديات. نقاش مهم لأنه أولا كيبدا يفتح مجال النقاش السياسي داخل المدينة وتأطير مزيد من التأطير السياسي للمواطن والشباب، وكيبين بأنه الحزب كيشتغل خارج يعني السياق الانتخابي ببرنامج محدد، ولذلك تطرقنا للأستاذ الخنشويل واحد العدد ديال التحديات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي ويعني الرهانات اللي مطروحة في المشهد السياسي، وكان تحليل وكان نقاش جيد من قبل الحضور المكناسي والحمد لله كنتمناو خير. في الناطق الرسمي سابقا باسم الحكومة والسيد عبد الصمد الإدريسي رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، نشكرهم ونشكر جميع الحاضرين والقادم أفضل بإذن الله تعالى. شكرا. وكان معكم رئيس الفرع الإقليمي مكناس للمنتدى المغربي الدولي للشباب الوطني خلد العشر.